بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة من أمسيات ميدان التحدي، ميدان الشحانية ضمن السباق المحلي الثالث، شوطنا الحادي عشر يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا في طياته اللقاية الإبكار. مسافتنا هي 4 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة قيمة مشاهدينا متابعينا الكرام مباشرة مع المركز الأول. صدارة الشوط هنا من تقود الأسماء، مدح بشعار ناصر بن عبد الهادي بن صالح آل جفران المري، من يقدم لنا مدح تحمل الرقم 1 وهي في المركز الأول، بينما النقلة مع المركز الثاني حفاوة محمد بن برقان بن مقارح، من يقدم لنا حفاوة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث شبه القادمة سعد بن حمد بن سالم آل سعد، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة مع المركز الثالث. المركز الرابع قدوم ووصول من غزر جويعد بن راشد بن صالح آل درعه المري، مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وقدوم من قدوم حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري. هكذا هي الخماسية المميزة مشاهدينا متابعين الكرام، خماسية ولا أروع هنا مع صدارة هذا الشوط بالكادر العلوي من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع السباق المحلي الثالث الذي شدت إليه الرحال من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط. هنا من تقود الأسماء قدوم مع البداية بشعار أيضا هذا الشعار المميز حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري. 3 سيارات في رصيدها ما شاء الله تحضر هنا بحضور الكبار وتقدم لنا هذا الأداء المميز مع المركز الثاني. أتابع الوصول والقدوم من مدح ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري مع المركز الثاني مقدما لنا شعاره، بينما المركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات مشاهدي الكرام غزر القادمة جويعد بن راشد بن صالح آل درعه المري، مع المركز الثالث. والمركز الرابع القادمة بشعارها الريان الجميل هنا تتقدم شبا سعد بن حمد بن سالم آل سعد آل نابت الحاضر مع المركز الرابع. والمركز الخامس ذهبه راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة يصل في هذه اللحظات لينضم إلى الخماسية المميزة في مسار هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. العودة إلى البداية، إلى صدارة الشوط مع المركز الأول، قدوم هنا من تقود الأسماء، تقود التحديات الأولى من خلال حضورها المميز والكبير مع الصدارة بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري، مقدما لنا شعاره، مقدما لنا تحدياته المميزة والكبيرة، باحث عن تسجيل نقطة مميزة في هذا المساء الرائع والجميل في ميدان التحدي. ثانية الأسماء مدح لناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شعار الزقيبة مع ذهبه راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، وأيضا في رصيدها إنجازات تسير في هذا الشوط. شوف الاسم الجديد القادم وصلت هنا قمة، خميس بن سعيد بن صالح الغوشري يصل في أول ندى مشاهدينا الكرام في مسار هذا الشوط. الله 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 الله، شوف الأسماء القادمة أيضا، ولكن عودة مع البداية مع صدارة الشوط مع قدوم من تقود الأسماء، تقود التحديات الأولى بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص، تحضر بسجل حافل بالإنجازات والانتصارات مشاهدينا الكرام. 3 سيارات في الرصيد، تضيف السيارة الرابعة في هذا المساء، تحضر بهذا الحضور المميز، تقدم لنا عروضها المميزة في هذا المساء ما شاء الله عرض ولا أروع. المركز الثاني مدح ناصر بن عبد الهادي بن صالح
الجفران المري، والمركز الثالث شعارك الغوشري القادم مع المركز الثالث، ولكن خلاص هنا مع البداية قدوم مع المركز الأول مع صدارة الشوط تحسم الأمور مع الأمتار النهائية والأمتار الأخيرة تضيف السيارة الرابعة في هذا المساء إلى سجلها الحافل بالإنجازات والانتصارات. والسلام إلى أهل سودة، أسعد الله مساكم على هذا الفوز والانتصار. ها هي قدوم تحضر بحضور الكبار، هنا تقدم لنا هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا تهانينا والناموس لمالك قدوم حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت قمة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، والمركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من مدح لناصر عبد الهادي بن صالح الجفران المري، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت حذاري جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، والمركز الخامس المركز الخامس كان الوصول من حفاو محمد بن برقان بن مقارح. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت بدون بحضور الكبار مهدي اهالي سوده في هذا المساء هذا الناموس وهذا الانتصار. التوقيت الزمني 6:58 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري، بينما المركز الثاني وصل شعار الغوشري ليقدم لنا ايضا انطلاقه وحضور قمه. 6:04 من الثاني. تهانينا والناموس لخميس بن سعيد بن صالح الغوشري على هذا الفوز، بينما المركز الثالث كان القدوم من مدح. توقيتها الزمن 6:04:66 من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. تهانينا والناموس للجميع.